مذاقات. تنضم إلينا في مذاقات السيدة دلال حداوي في حلقة جديدة من سلسلة الكباب. اليوم نتعلم سويا طريقة عمل الكباب اللبنية. صباح الخير سيدة دلال الحناوي، وشكرا لك على تخصيصك هالوقت لنا بكافي شو. يا صباح النور، كيفكن؟ إيش أخباركن؟ نحن سعداء فيكي وناطرين الكباب اللبنية الحقيقة، لأنه اليوم برد كتير. فكرة معيني فعلا. الكبة اللبنية بتعطي دفع، بتتميز باللبن الطيب، بس نحن المغتربين بسبب الظروف وبسبب طبيعة المناخ والمنطقة الجغرافية اللبن غير جيد، مو مثل اللبن سوريا. هو اللبن تحضيره حسب المرعى الجيد. نحن بناخد حليب طازج دسم لحتى ناخد لبن جيد ما بيفقس معنا باللبنية. نحن قلنا جود بالموجود، معناتها اللبن غير جيد، بدنا نتمكن بطبخه بطريقة تحضير جيدة، وهو إضافة النشا كورن فلور ملعقة واحدة كبيرة، ملعقة أكل لكل كيلو لبن. نحن بدنا مزة الحموضة اللبن سورية. إيش بدنا نعمل؟ بدنا نجيب اللبن، خلينا قبل بأسبوع، ما نخاف لأنه البكتيريا تبعت اللبن مفيدة. منجيبه قبل بأسبوع اللبن، منحطه في البراد، ننطبخه مثلا بعد أسبوع، منطالعه قبل 4 ساعات، منحطه بحرارة المطبخ. أخذنا اللبن فيه مزة حموضة جميلة. عادة للأسف بيستعملوا بيض. البيض ليش نحن ناخد؟ إذا بدك تستعملي بيض بتاخدي البياض فقط. نحن منعرف زنخة البيض من الصفار وليس من البياض، مع ذلك نستغني عن البياض ومنستغني عن الصفار. ما بدنا نعكر اللبن بلون غير جيد بالفعل على صفار، وبنفس الوقت بيعطي زنخة. نحن ما بدنا، بدنا لبن كريمي أبيض جميل نتمتع منه. في منهم رح يقولوا اللبن بالنشا بيتغير، لا، مجرد ما تطبخي اللبن وتطبخي النشا مجرد ملعقة واحدة. المهم نحن اللبن أهم شيء منرش النشا رش على اللبن، وممنوع وضعه ساخن. اللبن ساخن المفروض يكون على البارد، منرش النشا ومنروبه أو منخلطه على الخلاط وبعدين منحطه على النار. المفروض التحريك يكون مستمر، ما بدنا نتركه لا ثانية ولا لحظة. جنبنا بدها تكون اللحمة موزات كبيرة، بتحبي غنم بتحبي بقر، نكهي لحمة البقر وقت تسلقيها بقطعة دهنة مشان تسويها، وحطيها معلقة سكر صغيرة مشان تهري هاللحمة وتساعد على الاستواء. هذا سر يعني وعم تكشفي لنا. طبعاً وممنوع وضع الملح ببداية سلق اللحم. المفروض نحط منكهات عطرية من عود قرفة، من حبة هال وقت منسلق اللحم. المهم نحن عم نسلق اللحم، أخذنا غليان، أخذنا تغليظ للمرأة. كل ما تقلصت المياه أخذنا مرأة طعمة جيد قوي. نحن بدنا تتقلص المرأة المياه لكاسة كافية للكيلو لبن. المهم اللبن عم يغلي ومرقة اللحم عم يغلي، هون سر عدم فرط اللبن وفأسه، وناخد حبيبات شكلها غير جميل. نحن وقت السلق، بما انه لبنية، منحط وقت السلق بثلاث ارباع السلق ثوم ونعناع، ثوم مطحون مع نعناع. المهم سلقنا اللحم، غلظنا المرأة، أخذنا المرأة وعم نصبها شوي شوي مع تحريك مستمر لللبن. نحن هاي الطبخة بالذات بهالشكل مناخد لبن كريمي جميل وطعمه مميز. الثوم ممنوع وضعه قبل ما يغلي اللبن نهائي ولا ملح. المهم حطينا للمرأة النعناع والثوم وعم نصب شوي شوي وعم نحرك لحتى يتسبك هاللبن، وبناخذ مزيج كريمي من أروع ما يكون. وطعم الكبة اللبنية بالثوم والنعناع. الكبة اللبنية بميزة مكون هو الرز.
طبعا هذا رح أقول إنه هو ذوق شخصي، ممكن بعض الناس ما يحبوا وجود الرز بما أنه موجودة الكبة، بيطبخوا جنب رز اللي بيحب يأكل كبة بلبنية واللي بيحب لبنية ورز لوحده. المهم في كمان نوع تاني من الناس بيحطوا اسمه كبة وعساكره، بيضيفوا قطع الشيش برك للكبة بلبنية، تمام؟ يعني بتلاقي باللبن ما له موجود رز، مطبوخ رز بقلبه، موجود كبة وبيسقطوا كمان قطع من الشيش برك. المهم بدي أنوه لمقدار الرز بأنه فنجان، مقدار فنجان قهوة رز لكل كيلو ونص لبن. هالرز هذا منحطه بآخر عملية الاستواء وتغليظ مرق اللحم لحتى يفتح الرزة وتاخد استواء، بعدين منطب هالمكون كلياته فوق اللبن، مثل ما قلنا ايدنا عم بتحرك اللبن واللحم عم يغلي، يعني اثنين بده يكون بمرحلة الغليان. نعم. الكبة عرضت انا طرحة سابقا تبعت السمائية تبعت السفرجلية، هي كل كيلو برغل بحاجة لثلاث ارباع كيلو هبرة. المهم اهم شيء انه الهبرة تكون كريمية، منديرها دورين وثالث دور منخلطها مع الهبرة الكريمية ومنحشيها لحمة منسميها ناعمة كبابة لأنه دورين مخلوطة، مخلوطة مع الجوز، وفي ذوق شخصي بيحطوا نصف بصلة ناعمة جدا بخلطوها معها. المهم منحشيها، وقت الحشي والتشكيل والتمليس منحط جنبنا فنجان ماء بارد مع معلقة نشا كورن فلور، مندوبها ومنمسد فيها بتعطينا لون جميل وصقل لأنه المادة النشوية بتعطي لزوجة. هاي الكبة المفروض نسلقها بمي وملح، نسلقها فقط لمدة 4 دقائق بس. نعم. تغلي المي منطب الكبة ومنسلقها خلال 4 دقائق، منرفعها منحطها بمصفية. بعد ما منطبخ اللبنية بالنهاية منطب الكبة، بتكون مقلوزة صغيرة. في منهم طبعا ما بيحشوها، هذا ذوق شخصي. نعم. وفي منهم بيحشوها شحمة أو دهنة، أنا هاي ما بفضلها، إما ما تكون محشية أو الأطيب هي محشية. في ذوق شخصي كمان بيعملوا كوية إضافية ليعطوها طعم أطيب، بالنهاية بيحطوا دهنة، خصوصا أيام زمان دهنة بيكووها وبيحطوها على الوش، وجنبها بيكون الكبة المقلوزة اللي بيحب يحط بيزيد لطبق الكبة اللبنية. هاي هي الكبة اللبنية. والله كتير هيك يا ست دلال حناوي، كتير هيك زدتي علينا يعني. ولو تكرم عينكم. طيب. تكرم. لا بقى يخافوا بانه اللبن انه يفقس ابدا ابدا، يعني عم بتخيل كل هالطعمات يا ست دلال حناوي، يعني تقلعي وشي توم وشي نعنع وشي لبن وشي موزة كله بيسمن. طيب رح نسألك ست دلال، اليوم موضوعنا عن ارتباط الطعام بالسعادة، هذا الموضوع اللي طرحناه اليوم على المستمعين. في ناس بيقولوا انه الشوكولا بتزيد الإحساس بالسعادة، اليوم هناك باحثين يعني اكتشفوا انه ايضا الفانيلا تزيد الإحساس بالسعادة، وفي ناس كبة بتزيد إحساسهم بالسعادة. شو رأيك انت، الكبة بتزيد الإحساس بالسعادة؟ انا حسيت لقلك هي كل ما مادة بتحسي فيها دسم بتحسي بتعطيكي شحنات. هالشحنات سعادة جد، تعطيكي طاقة. يعني هلأ الشوكولا فعلا بتعطي طاقة وهي مفيدة إذا أخذناها باعتدال لمجرد حبة شوكولا باليوم، فعلا. نعم. تشعرنا بالسعادة وبالنشاط، يعني كل شيء بيسمن قلتك بي 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 بيخلي الواحد يعيش سعيد ويمشي ضحكان. لا لا لا، هو الأفضل الأفضل إنه ناكل كل شيء ولكن لقيمات. نعم. أنا بقول لقيمات أجمل شيء، ما بنقصوا شيء نهائي، لا من شوكولا لا من دهن لا من فاكهة لا من بروتين لا من سكريات. نحن بحاجة لهرم غذائي كامل متكامل، المفروض نحن ناكل بعقل. نعم، ومثل ما بيقولوا عنا بالشامي أو بسوريا بنقول هذا المثل، شي منه ولا كله. برافو، شي منه ولا كله. شكرا كتير إليك ست دلالة حناوي، وإن شاء الله هيك دائما نكسبك معنا. إلى اللقاء. يا أهلا.